سيأتي اليوم الذي أندم فيه على كل الأشياء التي لم أقترفها أكثر من التي اقترفتها، لذا يجب علي ارتكاب المزيد حتى يكون هناك توازن وتعادل. إنها من أجواء رواية كأنني لم أكن عن دار سؤال في بيروت للشاعر وروائي الكردي السوري المقيم بالديار البلجيكية هوشينك أوسي. رواية تتناول حياة فنان تشكيلي مقيم في دمشق لا علاقة له بالسياسة والثورة وكل ما جرى في سوريا، ومنهمك في تحضير معرضه المؤلف من 12 جدارية مستوحى من 12 قصيدة قصيرة كتبها جده، وينجز 11 لوحة واللوحة الثانية 10 لم يكملها بسبب إصابته المفاجئة بالعمى، لتتوالى بعدها الأحداث وتتنوع المساحة الجغرافية والزمنية التي تتحرك فيها تفاصيل الرواية. ولمعرفة المزيد عن هذا العمل المتميز يسعدنا أن نستضيف من العاصمة البلجيكية بروكسل الروائي والشاعر والصحفي هوشينك أوسي. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج ضفاف. أهلا بك سيدي فاضل. بداية، ماذا بعد إصابة الفنان التشكيلي بالعمى الشخصية الرئيسية في الرواية؟ ماذا يحدث؟ المصاب بالعمى فنان تشكيلي كما ذكرت لا يستسلم للمرض، يذهب كأي شخص لمراجعة الأطباء فيقولون له أنه لا يوجد هنالك أي مشكل عضوي في العين، ولكي يطمئن قلبك أكثر ممكن أن تراجع دول أوروبية فيها يعني الطب متطور، طب العيون متطور، يزور روسيا، يزور بريطانيا، هذين البلدين زارهما سابقا كفنان تشكيلي يقدم لوحاته وأعماله التشكيلية، لكن الآن يزورها كفيفا ضريرا يريد الاستشفاء يعني ويستحضر الذكريات الماضية. الأطباء أيضا هناك يقولون له أنه لا يوجد هنالك مشكل عضوي، لربما يكون الموضوع نفسي، يعود إلى دمشق يحدد موعدا مع طبيب نفسي وجلسات المعالجة النفسية، لكنه لا يتراجع عن إنجاز المعرض، ينجز معرضه ب11 لوحة ونصف اللوحة وسط متابعة إعلامية ومتابعة صحفية. تفاصيل أخرى أثناء جلسات المعالجة النفسية، استحضار الذاكرة، ذاكرة الأب، ذاكرة الابن، ذاكرة المكان، كلها تجري ضمن هذه الجلسات وهذه التفاصيل. وإلى أي حد تتقاطع أحداث رواية كأنني لم أكن مع واقعك أنت، واقع هوشينك أوسي، واقع الغربة، واقع الحنين إلى الوطن؟ ليس بالضرورة أن نسقط أي عمل روائي أو يعني على حياة وتجربة صاحب العمل أو صاحبة العمل، هنالك تفاصيل بسيطة، تفاصيل صغيرة للسيرة الذاتية ربما تحضر في سير شخوص وأبطال العمل. هذا العمل بحد يعني بنسبة كبيرة جدا هو بعيد عني، فأنا لست فنانا تشكيليا، هذا من جهة. من جهة أخرى أنا كنت مع الثورة ودافعت عنها، وهذا شخص محايد على الهامش يركز على فنه وعلى أعماله التشكيلية ويحاول أن ينجز ويعني يلتزم بوصية والده أن يبتعد عن التخندق والأدلجة والسياسات والتحزب، لكن أنا كشخص لمن يعرفني أنا يعني بالضبط تقريبا من هذه الشخصية. هنالك تفاصيل بسيطة يعني تتعلق بالذاكرة، تتعلق بالأفكار، تتعلق بالمواقف من الحياة، من الوجود، الأسئلة الكبرى أو الأسئلة البسيطة ممكن أن تتسرب إلى هذا العمل وإلى أي عمل آخر، لكن كأنني لم أكن ككتلة روائية سردية. نسبة هوشينك أوسي فيها يعني تكاد تكون معدومة. ماذا عن مفهومك للوطن ومفهومك للغربة؟
في تقدير الوطن حيثما ينعم الإنسان أو الكائن بالحرية. يعني أنا لا أميل إلى ذلك، يعني إلى تلك المقولة بلادي وإن جارت علي، يعني لا، البلاد ينبغي أن تكون متصالحة وتمنح الحرية لسكانها لقاطنيها، وبالتالي الحرية في الغربة وطن، يعني القمع والاستبداد في الوطن غربة. مفهوم الوطن أيضا يعني بات يعني مرتبطا يعني ارتباطا وثيقا بمدى الشعور الإنسان بكينونته، بحريته، حرية أفكاره، حرية خياله، حرية أسئلته. لا يوجد هنالك بوليس، لا يوجد هنالك رقابة على يعني حركة الكتابة وحركة الفكر. أنا من هذا المنظور إلى أنظر إلى الوطن، الأولوية للحرية، لكن يبقى الوطن أيضا جزء من الذاكرة، يعني ذاكرة الطفولة، ذاكرة الشباب، كل هذه يعني هي التفاصيل، الثقافة البصرية، السمعية، كل ما عشناه في إذن هل سوريا. يمكننا هنا اعتبار الكتابة والعمل الإبداعي هو الملطف أو لنقل المخفف لحالة الاغتراب التي يعيشها جل المثقفين الذين يعيشون خارج وطنهم الأم؟ بكل تأكيد الكتابة هي شكل من أشكال المعالجة، شكل من أشكال التداوي، ليس فقط التعبير عن الهواجس والقلق والأسئلة، إنما يعني ما عانيناه في الوطن وما نعانيه في الغربة التي بالتقادم بشكل أو بآخر هي أيضا بدأت تتحول إلى وطن. يعني البلد البلجيكي بالنسبة لي أصبح وطنا ثانيا، وممكن أن يكون هنالك وطن ثالث لي، يعني تتعدد الأوطان والكائن واحد. الكتابة هي تعبير عن الحالات التي نعيشها في أوطاننا السابقة وفي أوطاننا الحالية وربما في أوطاننا اللاحقة. ممكن يعني أنا أعتبر مثلا فلسطين أيضا وطنا لي، مصر أيضا وطنا لي، يعني لأنني عشت هناك وتفاعلت مع قضايا تلك البلدان ودافعت عن قضايا العامة وقضاياها التفصيلية المتعلقة بحياة البشر العاديين. فبالتالي نعم الكتابة بشكل من الأشكال هي أيضا وطن، يعني نعم وطن مفتوح على كل هذه الأوطان. الكاتب والشاعر هوشينك توسي، نشكرك على قبول دعوة برنامج ضفاف. وللإشارة مشاهدينا، فلضيفنا الكريم العديد من الأعمال الأدبية توزعت بين الرواية والشعر، ومن أبرزها وطأة اليقين، حفلة أوهام مفتوحة، والأفغاني.